على مسار سابقاتها تحبو حكومة الكاظم وراء ما تسميه القضاء على الإرهاب، وهي المتهمة الأولى بممارسته، لا سيما أن أركانها ميليشيات طائفية ذات سجل دموي حافل. بدلا من معالجة الواقع المزري وحالة الانهيار التي يعيشها العراق على كل الصعد، تعلن السلطات في العراق المصادقة على إعدام 340 معتقلا في سجونها بتهم الإرهاب. وبصرف النظر عن القرار الذي أتى تلبية لضغط مارسته الكتل السياسية التابعة للميليشيات بذريعة الانتقام لضحايا تفجير ساحة الطيران، فإن القرار يكشف عن سياسة حكومية أبعد ما تكون عن أسلوب الدولة. كيف يكون الإعدام ردة فعل؟ وأي دولة تتعامل وفق مبدأ الثأر والانتقام؟ رئاسة الجمهورية أكدت أنها لن تتوانى في إصدار مراسيم الإعدام بحق الإرهابيين، إذ يتحدث إسماعيل الحديدي مستشار برهم صالح أن الرئاسة لا تتأخر بالمصادقة على مراسيم الإعدام، وإن حدث ذلك فالسبب إجراءات روتينية تتعلق بتدقيق بعض القضايا. حديث السلطات في العراق وجد اعتراضا من المنظمات الحقوقية وتخوفها من إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ سلسلة إعدامات كردات فعل على الانفجارات. الباحثة المتخصصة لدى منظمة هيومن رايتس ووش بلقيس والي قالت إن هذا الإعلان دليل على أن عقوبة الإعدام تستخدم كأداة سياسية في العراق، مشيرة إلى أن القادة السياسيين يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس إنهم يعملون من أجلهم من دون الالتفات إلى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات. هذه الانتهاكات والعيوب روتها غير مرة وأدانتها منظمات حقوقية كهيومن رايتس ووش ومنظمة العفو الدولية، إذ تنتزع الاعترافات من المعتقلين تحت وطأة التعذيب، فضلا عن اعتماد السلطات على المخبر السري كدليل على الإدانة، لينتهي الأمر بمحاكمات لا تستغرق دقائق، يحكم على المعتقل فيها بالإعدام من دون حضور محامين ولا يسمح له حتى بالدفاع عن نفسه. المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلي أكدت أن العراق يشهد انتهاكات متكررة، فليست هناك محاكمات عادلة ولا تمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام إجراء حكوميا تعسفيا. هذا الكلام لمنظمات دولية معترف بها، فهل ستتهمها الأحزاب بدعم الإرهاب؟